السلام عليكم مرة أخرى في هذه الليلة من الدعم والمراجعة للاستعداد للامتحانات المحلية خاصة بالتلاميذ السادسة ابتدائي. اليوم سوف نتطرق إلى هذه المسألة، ملء الفراغات بعد القصور المتساوية، وكذلك المسألة هذه أظن أنها تكون نموذج، أنا أطرح لكم كنموذج في الامتحان الوطني، في الامتحان المحلي الخاص بالرياضيات المستوى السادس. ننتبه جيدا لحل هذه المسألة، لأننا ملء الفراغات، إذن سوف نحقق واحد المتساوية. ننتبه جيدا، إذن 14 على 16، إذن 4 و 16، ما هي العلاقة الموجودة بين هذين العددين؟ هل 4 من مضاعفات العدد 16؟ هل 4 قاسم العدد 16؟ هل 16 من مضاعفات العدد 4؟ نعم، 4 في 4 يساوي 16. إذن نفس العدد اللي ضربناه في المقام نضربه في البسط، إذن نفس العدد باش نحقق واحد المتساوية خاص نفس العدد نضربه في المقام وهو نفسه نضربه في البسط، ولكن خاص نكشفوا ما هي العلاقة الموجودة ما بين 16 و 4. هي 4، 4 في 4 كم يساوي 16؟ 5 في 4 كم يساوي 20؟ هل فهمتم؟ كذلك العلاقة ما بين 5 و 40، إذن 40 من مضاعفات العدد 5، ولكن يبقى السؤال ما هو العدد الذي نضربه في 5 يصبح العدد 40؟ هل وجدتم هو العدد 8؟ إذن 5 في 8 يساوي 40، إذن 4 في 8 ضرب في 8 يساوي 32، 4 في 8 يساوي 32. إذن العلاقة ما بين 36 و 4، 4 قاسم العدد 36، ولكن ما هو العدد الذي إذا قمنا بضربه لقينا نحصل على 36؟ هو العدد 9. 4 في 9 يساوي 36، 5 في 9 يساوي 45. إذن سوف أعيد، للحصول على هذا المتساوي يجب علينا أن نضرب البسط والمقام في نفس العدد، هو عدد 4، 4 في 4 يساوي 16 و 5 في 4 يساوي 20. هنا يجب ضرب العدد في العدد 8، لماذا؟ لأن 5 في 8 يساوي 40 و 5 في 8 و 4 في 8 يساوي 32، نفس العدد في المقام وفي البسط. هذا هو السر في هذا الحل ديال العملية. 5 4 يساوي 5 على 36، إذا ما العلاقة ما بين 4 و 36؟ هو العدد 8، هو العدد 9، 4 في 9 يساوي 36، إذا 5 في 9 يساوي 45. ثم 20 في الآخر، إذن 5 4 يساوي 20 على 16 تساوي 40 على 32 تساوي 45 على 36. إذن ننتقل الآن إلى المسألة الرابعة. يملك مربي دجاج 516 دجاجة، يملك مربي الدجاج 516 دجاجة، كل دجاجة تبيض له بيضة واحدة في اليوم، كم من بيضة ستجمع عنده خلال 5 أيام؟ ثم إذا علمت أنه يبيع البيضة الواحدة ب 0.18 درهم، ما هو ثمن بيع البيض الذي تجمع لديه خلال 5 أيام؟ ثم إذا علمت أنه وضع البيض الذي وفره خلال 5 أيام في صناديق يسع كل صندوق 30 بيضة، ما هو العدد الصناديق الذي يلزمه؟ إذن هناك عدة عمليات حسابية، جمع، ضرب، قسمة إلى آخره. إذن سوف ننتقل إيطاب بار إيطاب. إذن نجاوب كل سؤال على حدة. إذن يملك مربي دجاج، كم من دجاج؟ 516 دجاج. هذا مربي تملك 516 دجاج،
وكل دجاجة تثبت له بيضة واحدة في اليوم، لكل دجاج من 516 تثبت له بيضة واحدة في اليوم. إذا كم البيضة سيجمع بيضة خلال 5 أيام؟ إذا كان واحد العملية سوف نقوم بها في 5 أيام، في 5 أيام. إذا سوف نقوم بعملية الضرب. 516 في 5، 5 في 6 كم يساوي؟ 30. وخمسة في واحد يساوي 5، 6، 7، 8. وخمسة في 5 يساوي 25. إحنا تقريبا 2580 بيضة، إذن عدد لا بأس به من البيض في 5 أيام. إذن 516 تضربها في 5 باش نحصلوا على 2516 بيضة في 5 أيام. إذا علمت أنه يبيع البيضة الواحدة ب 0.18، ما هو ثمن بيع البيضة الذي يجمع لديه خلال 5 أيام؟ إذا نقوم بعملية الضرب كذلك، 2580 في 0.8، 8 في 0.0، 8 في 8 64، 8 في 5 40، 46، 8 في 2 16، 17 في 3 24، 0. تقريبا 2064 درهم كلها ربح لهذا البائع، لهذا مربي الدجاج. 2064 درهم تكسبها في 5 أيام، البيض الوحدة تساوي 0.80 درهم، تقريبا تربح 2064 درهم. إذا علمت أنه وضع البيض الذي وفره خلال 5 أيام في صناديق يسع كل صندوق 30 بيضة، موعد الصناديق الذي يلزم. إذا علمت أن وضع البيض الذي وفره خلال 5 أيام، إذا عدد البيض الذي وفره كم؟ هو 1580، كل صندوق في صناديق يسع كل صندوق 30 بيضة. إذا يجب علينا أن نقوم بعملية قسمة. إذا نقسم من 3 2 جوج، يكون 25 شهر 3 في 4 تقريبا 8، 8 في 3 24، 18 3 6 تقريبا 86 صندوق، 86 صندوقا. إذن هناك عمليات بسيطة جدا، ولكن يجب عليكم إذا وجدتم هذه العملية، هذه المسألة في الامتحان المحلي، يجب عليكم الانتباه وأخذ بعين الاعتبار العملية المناسبة لكي تقوم بحل. إذا في السؤال كم من بيضة سيجمع عنده خلال 5 أيام، هو عملية ضرب، نقوم بجمع 516 مضروبة في 5، حصل على البيض كامل تقريبا 2580 بيضة، و 2580 بيضة نضربها في 0.8 نحصلوا على 2064 درهم، و 2064 درهم هو ثمن ديال البيض بأسره، 2064 درهم ثمن ديال البيض بصفة عامة. إذن ولكن دابا عنده تقريبا 2580 وكل صندوق يسعه 30 بيضة، نقوم بعملية القسمة نحصل على 86 صندوقا التي تسع لهذا البيض بأسره 2580. أسئلة هي 2580 على سميتو. لكن هنا في الأخير إذا نختم هذه السلسلة، إذا لديكم الآن 4 فيديوهات متنوعة زيادة على مكتسباتكم الخاصة، إذا سوف نختم بالاختزال، سوف نقوم بالاختزال. بعض العمليات خاصة بالاختزال،
العمل الأولى هي هذه، نختزل والكسر هو 75 على 125. نحاول نقلبه على اختزال ديال، يعني يبدو أن 75 من مضاعفات العدد 5 و 125 كذلك من مضاعفات العدد 5، فنختار 5. 75 مقسوم على 25 شحال تقريبا؟ 75 مقسوم على 5 كم يساوي؟ 15. ومئة وخمسة وعشرون مقسوم على 5 كم يساوي؟ 25. كذلك تقبل القسمة على 5، يعني 15 على 25 كذلك تقبل القسمة على 5. نحصل في الأخير على 3، 15 مقسوم على 5 مقسوم على 15. إذن هذا هو اختزال زيادة العدد 75 على 125. 75 على 125 يجب أن نبحث عن القاسم المشترك لديهما، إذن هو العدد 5. 15 على 25 يبدو أن 15 على 25 يقبل القسمة على 5، هي 15 على 25 مقسوم على 5 هي 3 على 5، إذن 3 خاصة يقبل قاسما واحدا، واحدا هو 1، إذن هذا هو الكسر المختزل 3 على 5، إذن 3 على 5 هو الكسر المختزل ديال 75 على 125. سوف نعيد كرة مرتين لكي تفهموا جيدا. ستلاحظوا 75 على 125، الاختزال سيكون بحال الشكل هذا، 75 مقسوم على 125، إذن 2 لا 3 3 عندنا 3 لا، هذا يقبل القسمة على 3 ولكن هذا لا يقبل القسمة على 3، يجب الاختيار العدد 5. من 75 إلى 125 تساوي ماذا؟ تساوي 15 على 25، من 15 إلى 25 تساوي طبعا نقسمه على 5 يساوي 3 على 5. ننتقل للعملية الثانية، 18 على 18 على 54. إذن أول القاسم هو العدد 2، 18 مقسوم على 2 تعطيك تقريبا 9، و 54 مقسوم على 2 تعطيك تقريبا 22،
20. لأن 9 على 27 هي تختزلو. أنا ثلاثة، وهنا 7. من 3 على 7 هو العدد المختزل للعدد 18 على 54. سوف نعيد الكرة مرتين. عندنا 18 على 54، هنا قلنا اختزلوا هذا العدد. ثمانية عشر 54 كلونين بالضبط. حاولوا تختزلوا. ده أول شيء هو العدد 2، قاسم المشترك هو 2، يساوي 9 على 54. وجدنا هي 27. 24 قسمة على 2 27. 9 على 27 ليس عدد كسري مختزل. سوف نقوم باختزاله، أي قسمه على عدد 3. 3 على 3 تبقى 3، و 27 مقسومة على 3 تعطيك تقريبا 7. لأن 3 7 هو العدد الكسري المختزل. إذن نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح في الامتحان المحلي للمستوى 6 ابتدائي خاص بالمستوى بالمادة الرياضيات، وإن شاء الله تحصلوا على نقاط إيجابية وجيدة جدا. تابعونا دائما، ابقوا أوفياء لقناتكم، قناة جي كومينيك تي في، الخاصة بالتعلمات وكذلك الفهم والاستيعاب. إلى اللقاء، كان معكم يوسف دلال من خلال هذه الشاشة مباشرة.